أمام سواحل الحديدة تقف ما يبدو أنها أخطر الكوارث اليمنية التي تتفاقم منذ أكثر من 5 سنوات. ميناء صافر العائم، السفينة التي تحوي أكثر من 1,200,000 برميل نفط والتي لم تخضع لأي صيانة منذ 6 أعوام، في وضع ينذر بكارثة ستلقي بظلالها الخطيرة على حياة آلاف اليمنيين. وفقا لتقارير الأمم المتحدة، فإن خطر التسرب النفطي قد يدمر بيئة البحر الأحمر التي تعد مصدر عيش لقرابة 1,600,000 يمني، مما سيؤدي إلى مضاعفة الحالة الإنسانية للمجتمعات الساحلية في كل من حجة والحديدة وتعز المعتمدة على الصيد، مع التأكيد على أنه لن تزول آثار هذا التسرب إلا بعد نحو 30 عام. جهود دولية عديدة وأخرى محلية، آخرها نداء المجتمع المدني ونداء آخر من جيبوتي، تدعو لتمكين فريق أممي من متابعة حالة الخزان والسماح بتفريغه. ورغم خطورة الوضع، إلا أن ميليشيا الحوثي ما تزال ترفض التجاوب مع جهود معاينة الخزان وإفراغ حمولته، رابطة الأمر بمطالب سياسية، وآخر مطالبها هو توريد عائدات بيع النفط لصالحها. مبادرة جديدة يقودها ناشطون في المجتمع المدني، طالبت الحوثيين بالسماح لفريق أممي بالتدخل لتجنب وقوع الكارثة، مع إمكانية تخصيص عائدات بيع النفط المخزن لأعمال الإغاثة في تهامة ورواتب لقطاعي الصحة والتعليم. لنقاش سيكون معنا من صنعاء عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين محمد البخيتي، ومن عمان الناشطة السياسية الدكتورة أفراح الزوبة. أبدأ بالسؤال المشترك مع ضيفي من صنعاء. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بكم. أبدأ معك بالسؤال المشترك لحلقة هذا الأسبوع من فضاء حر. كارثة توشك أن تحدث في البحر الأحمر بتسرب النفط من خزان صافر العائم، من يتحمل المسؤولية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من يتحمل المسؤولية هي دول العدوان التي منعت اليمن من بيع النفط الموجود في صافر. ولو أنها سمحت لليمن بيع النفط لما كان هناك أي مشكلة ولما كان هناك أي مخاطر. هذا بالإضافة أنها من تمنع إصلاح السفينة وصيانتها بشكل مستمر. ونحن بخاطبنا الأمم المتحدة في عدة رسائل بضرورة السماح للفريق المتخصص فحص وأيضا وإصلاح الأضرار الموجودة في سفينة صافر، ولكن للأسف الشديد أن دول العدوان لا زالت تعرقل وصول الفريق وأيضا الفريق المختص بفحص السفينة وأيضا بإصلاحها. طيب دكتورة أفراح، إذا ذات السؤال، كارثة محققة كما يقال في البحر الأحمر لخزان صافر، من يتحمل المسؤولية دكتورة؟ طيب سنعاود التواصل مع الدكتور أفراح، يبدو أن هناك إشكالية، الصوت غير واضح وغير واصل إلينا من ضيفتنا من عمان الدكتور أفراح الزوبة. أعود لضيفي من صنعاء الأستاذ محمد البخيتي. تقول أنه من يتحمل المسؤولية اليوم هي دول العدوان التي منعت اليمنيين من بيع النفط، أيهما أولى الآن، بيع النفط أم صيانة الخزان؟ طبعا اذا ما سمحت لليمن بيع النفط الموجود في سفينه صافر فانه لن يكون هناك مشكله في تسرب النفط. وجود المشكله هي في منعها اليمن من بيع النفط، وطبعا السفينه والنفط الموجود عليها هو حق لليمن، ولا يحق لدول العدوان ان تقرر من يبيع النفط، لأن السماح لها بذلك هو السماح لها أو الاعتراف لها بحق إنتاج سيادة اليمن، وهذا الشيء غير مقبول.
وطبعا الجميع يعرف بان دول العدوان هي ليست حريفه على اليمن، حتى اولئك الذين استدعوا دول العدوان وراهنوا على عليها هم الان يشكون من خيانتها وغدرها، وبالتالي يعني ليست المشكله الوحيده التي تعاني منها اليمن او التي تعد اليمن هي سفينة صاعقة. دول العدوان قد أوجدت الكثير من المشاكل للشعب اليمني، هناك اليوم مجاعة نتيجة لاستمرار الحصار، وهناك منع يعني معاناة. طيب سنعاود الحديث وارتباط المشاكل في بعضها البعض وتعقيد المشهد داخل البلد، لكن نرحب مرة أخرى واستأذنك أستاذ محمد بضيفتنا من عمان دكتور أفراح الزوبة. أطرح عليك السؤال المشترك، كارثة محققة يمكن أن تحدث في البحر الأحمر بتسرب الخزان، من يتحمل المسؤولية؟ طبعا حسب تقارير الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن الذي أصدرت بيان في يوم 27 يوليو موجز المقدم من مارك لوكوك، والبيان المقدم من السكرتير عام الأمم المتحدة، كلها تشير إلى أن المشكلة لدى الحوثيين. الحوثيين هم من يمنعون الآن الوصول للسفينة، حسب ما يظهر تماما أنه الأمم المتحدة جاهزة لإرسال الفريق الفني لمهمتين، مهمة التقييم وبناء عليها يتم الخطوات يعني يتم تنفيذ الخطوات اللازمة وصيانة ما يمكن صيانته، إذا كان هناك ما إذا كان الخزان لا زال يتحمل صيانة. هناك مهمتين حسب آخر بيان للناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، والخطاب دائما موجه للحوثيين، نرجو السماح، يعني هذا بشكل واضح يطالبوا الحوثيين بالسماح لفريق الأمم المتحدة الفني بالوصول للخزان وتقديم التصريحات اللازمة. طيب أستاذ محمد البخيتي، إذن بالمعلومات الدكتورة أفراح زوبة تقول لك في 27 من يوليو مارك لوكوك يقول أن الحوثي من يتحمل المسؤولية، والمطلوب الآن السماح للفريق الخبراء بالوصول إلى صيانة الخزان، ما ردك؟ هذا غير صحيح، ونحن قد سبق ووجهنا عدة رسائل حتى قبل أن يثار موضوع صافر من قبل إعلام دول العدوان، وحذرنا من إمكانية حدوث كارثة في البحر الأحمر، ولكن لم يكن هناك استجابة. ومن يتابع ومن كان يتابع وسائل الإعلام ستتضح له الحقيقة، لأننا أول من طالبنا الأمم المتحدة بضرورة السماح، حتى طالبناهم بالسماح لنا بالسماح لليمن في معالجة المشكلة، ولكن دول العدوان ترفض حتى إدخال الاحتياجات اللازمة لصيانة خزان صافر. وأيضا لماذا تمنع دول العدوان اليمن من بيع النفط الموجود في السفينة؟ طيب الآن الإشكالية أستاذ محمد أن يكون فريق الخبراء أو الذي يذهب إلى صيانة الخزان من طرفكم أو من أي طرف؟ الإشكالية لديكم ماذا؟ لأنه هناك فريق اليوم موجود في جيبوتي ينتظر الحصول على الفيز من قبلكم، وحتى اللحظة لم يحصل عليها، ما هي الإشكالية؟ أن يكون الفريق تابع لكم أم ماذا؟ طبعا بالنسبة لنا لا يوجد مشكلة، يعني سواء كان الفريق من الإصلاح من قبلنا أو من قبل الأمم المتحدة، ولكن دول العدوان قد منعت دخول الاحتياجات اللازمة لإصلاح الخزان بشكل متعمد، ولم تقم الأمم المتحدة بدورها في ذلك رغم مطالبة المتكررة لها. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد لدينا أي مشكلة في دخول فريق الأمم المتحدة سواء فريق الفحص أو فريق الصيانة، والمشكلة هي لدى دول العدوان. وطبعا يعني المشاهد الكريم بإمكان أن يعرف الحقيقة ويعرف المتسبب بطرح السؤال التالي: لماذا تمنع دول العدوان اليمن من تفريغ النفط الموجود في خزان صافر؟
يعني اذا ما تم اذا لم يعني اذا ما سمحت دول العدوان لليمن ببيع النفط الموجود في طافر فانه لن يكون هناك مشكله، وبالتالي هي من تتحمل المسؤوليه. طيب استاذ دكتور افراح، لا مشكله لدى الجماعه في ان يتم او تحصل صيانه سواء من قبل من غيرهم، برايك اين المشكله؟ اين هو الخلل؟ من يغالط؟ لدى من الحقيقه في هذا الموضوع؟ طيب انا 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 حابه اجيب فكره فنيه على موضوع الصيانه. هذا النوع من الخزانات، طبعا خزان صافر مثل ما انت ذكرت في المقدمه عمره تقريبا الان حوالي 44 سنه، يعني هو تم صناعته في 76 تقريبا. الخزان هذا مثل بقيه الخزانات يفترض حسب المعايير الدوليه لصيانه هذا النوع من الخزانات ان يتم صيانته مرتين كل 5 سنوات في ورشه متاحه لمثل هذا النوع من الصيانه. بالنسبه لليمن كان صعب جدا انه يفك من مكان لانه ما كانش معنا الا هذا الخزان وينقل للصيانه الى 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 الورشه يعني المتاحه. فبالتالي استعاضت الحكومه اليمنيه سابقا، هذا طبعا قبل الانقلاب، استعاضت الحكومه اليمنيه عن ذلك يعني السنوات قصدي من اول ما اشترينا الخزان الى 2014 بعمل صيانه دوريه عاليه الكلفه بحيث اني تجيب اكبر الخبراء والمختصين في عمل صيانه للخزان. كلفه صيانه الخزان السنويه كانت تعادل 10 مليون دولار. للاسف الشديد بعد ما سيطر الحوثيين على الخزان اخذوا تكلفه الصيانه واخذوا من رصيد صافر شركه صافر ما يعادل 100 مليون دولار. وبالتالي انضربت معنا الكلفه الواجبه لصيانه الخزان وانضربت معنا كذلك مبالغ التامين لشركات التامين. طيب هل هذا الاتهام لديك دليل عليه أن الجماعه اخذت المبالغ المخصصه للصيانه؟ لانه الاستاذ محمد البخيتي يقول لك ما يصفها بدول العدوان هي من تمنع وصول الصيانه، هي من تمنع. هذا كله من المراجع، هذا كله موجود يعني موجود ومنشور في تقارير وانا مستعد ارسل لكم روابط التقارير هذا. فهذا الذي تم، ففي 2000 في شركه امريكيه الذي هي الشركه الدوليه التي تعطي التصاريح لخدمه الخزانات اسمها EBS، هذا الشركه طبعا سحبت في 2016 سحبت الشهاده شهاده تشغيل الخزان لانه لم يعد مطابق للمواصفات، هذا في 2016. شركات التأمين كذلك خلاص سحبت كذلك يعني شهاداتها التأمينية، بالتالي الآن الخزان بدون تأمين وبدون صيانة. تكلفة تشغيل الخزان والصيانة 20 مليون دولار شامل الوقود والمرتبات. هذا يعني الخزان بعد سيطرة الحوثيين عليه تم تخفيض الكادر الذي فيه، زي ما قلنا لم يعد هناك أي إمكانيات لدفع مبالغ الصيانة، ووجوده في البحر الأحمر، والبحر الأحمر يمكن تعرفه جغرافيا منطقة مغلقة، درجة الحرارة مرتفعة فيه جدا والملوحة. طيب هذا أدى إلى تآكل الخزان. أنا شفت تقرير للمسيرة، قناة المسيرة في 2000 تفضل. طيب الأستاذ محمد يقول لك، أنت تقولي أنه تحت سيطرتهم أنهم هم من خفضوا الميزانية، هم من يتحكموا بالميزانية، تقول لك دول العدوان هي من تمنع اليوم الوصول إليه، نحن غير قادرين لا للصيانة ولا لبيع ما عليه من وقود. فبالتالي من يمكن تحمله مسؤولية أنه شركات التأمين سحبت التأمين، الشركات الدولية المشغلة انسحبت؟ طيب أنا بقول لك فنيا، طيب هذا بالضبط أنا بقول لك حاجة بالنسبة لسحب سحب الوقود من الخزان. الآن الإشكالية قدي يعني الأنابيب المصرفة للبترول متآكلة، ففي حالة مثلا هو علشان تسحب يعني علشان تسحب النفط لابد من دفع النفط من الأنابيب، هذا قد يتعرض للانفجار وبالتالي يعني تحقق الكارثة. الآن المفروض هذا فنيا، أنا بتكلم فنيا وهذا الكلام أنا سألت فيه المختصين، فبالتالي هو كلام المختصين بيقولوا لابد في البداية أن يسحب الخزان من الموقع الذي هو فيه الآن بحيث يجرى له يعني اجراءات معينه التي تسمح بسحب الوقود منه، سحب النفط منه بدون ان يعني يعرضه للكارثه للانفجار.
هذا شيء. الشيء الثاني انه في تقرير وفيها انا حسب احد التقارير انه في مختص من شركه مختص اسمه جون كيرلي خبير الانقاذ في المنظمه الاقليميه لحمايه البيئه البحريه ومركز المساعد المتبادل للطوارئ البحريه ارسل رساله رسميه لهشام شرف ودارس وزير تقريبا النفط حسب في حكومه الحوثيين يقول لهم ان صيانه السفينه في موقعها لم تعد ممكنه. اليوم كمان شفت انا يعني احد الخبراء البيئيين في احد اللقاءات يتحدث بنفس الشكل انه الخزان اصبح غير ممكن صيانته. الحوثيين في اخر شهر في اخر 8 تقريبا رفعوا للامم المتحده قائمه بطلبات صيانه. كذلك سالت انا الفنيين هل ممكن صيانه الخزان في موقع بهذا القائمه؟ قالوا هذا الطلبات هذه كانها اعاده بناء للخزان لان الخزان متهالك. وضع هذا الذي لازم يفهمه الاخوه المشاهدين والمشاهدات، وضع الخزان كارثي متهالك. فقالوا هذه المواد التي طلبها الحوثيين الان للصيانه كانها تعيد بناء الخزان من اول وجديد. المشكله عندنا حاجتين. اول حاجه انه يعني لا عندنا الخبرات الفنيه الكافيه ولا الوقت الكافي الاجراء هذا يعني الاجراء هذه الاصلاحات الجذريه، يعني ما هيش ترميمات. يعني مثل ما ذكر محمد البخيتي في البدايه انه وجدوا كارثه، الخزان في وضع كارثي، يعني لا عد يعني ما عدهوش شويه صواميل حتصلحها انا ولا انبوب حتى، لا الان يحتاج الخزان لاصلاح جذري. هذا الاصلاح الجذري حسب الفنيين والمختصين يقولوا انه اصبح غير ممكن، لابد من سحب الخزان لاقرب ورشه يعني، وطبعا باجراءات. وعلى فكره الخزان المبلغ الذي فيه تقريبا انا حسب والكل ما قريت كنت شفت تقرير في قناه المسيره يتكلم على انه ممكن الخزان يعطي 70 مليون دولار او شيء، انا سمعت انه بس تكلفه سحب البترول من الخزان حوالي 20 مليون. على كل حال لو تم واستطعنا انقاذ ما فيه من بترول، يعني احنا الان الذي عندنا مهم عندنا مهم انه ما يعني لا يعني زي ما يقول لا يتسرب للبحر او ينفجر. بس لو في احسن اذا احنا محظوظين كيمنيين ان احنا استطعنا ننقذ الخزان ونخرج البترول، العائد هذا يعني يا دوب يكفي اعمال الصيانه واعمال السحب. طيب انقل نقطه، اذا استطعنا رغم انه يعني فبالتالي واذا كذلك استطعنا فتفضل. طيب أستاذ محمد البخيتي، إذن الوقت لم يعد في صالح الجميع، هناك كارثة محققة بحسب الخبراء والفنيين كما تقول الدكتورة أفراح، لابد من سحب الخزان إلى أقرب مكان للصيانة وتفريغ ما فيه ومن ثم الحديث عن باقي التفاصيل. بالنسبة لكم ما هي الأولويات الآن؟ ولماذا هذا التصلب في الموقف وعدم الانتباه وأخذ قول الفنيين على محمل الجد والأخصائيين المعنيين في الموضوع؟ للأسف الشديد أن الأخت أفراح تتبنى رؤية الصراع، وكل اليمنيين يعرفون أن دول العدوان هي ليست حريصة على اليمن، هي من تدمر اليمن وتستهدف الجنوب. أيضا هي تقول أن هذا الخزان أصبح متهالك، فبالتالي إذا كان هذا كلامها صحيحا فأيهما الأولى؟ تفريغ الخزان من النفط الموجود فيه أو نقله؟ يعني نقله اذا كان متهالك الى هذه الدرجه الخطيره التي تدعي الاخت افراح فالاولى هو تفريغه. و يعني السؤال لماذا تمنع دول عدوان اليمن من تفريغ النفط الموجود؟ هل لديكم الامكانيات استاذ محمد، هل لديكم الامكانيات لصيانه واصلاح هذا الخزان؟ طبعا اخي الفاضل، اذا ما سمحت دول العدوان بدخول الاحتياجات اللازمه لصيانه هذا الخزان فطبعا الامكانيات موجوده. هذا اولا. ثانيا يعني قضيه تفريغ بالامكان الاستعانه بالشركات المتخصصه في هذا الجانب وستقوم بإطراف وستنتهي المشكله. طيب
طيب يعني تقول لك الدكتوره انه تم شركات التامين انسحبت، شركات التامين انسحبت، الشركه المشغله انسحبت في العام 2016، لماذا انسحبت شركات التامين والشركه المشغله هذا الحجم من التحذير؟ لماذا لا يؤخذ بعين الاعتبار؟ يعني اي اولويات الان لكم بالنسبه لكم النفط الموجود وكم تقدر قيمته؟ اذا هي استشهدت بحديث او تقرير نشر على قناه المسيره يتحدث عن 70 مليون دولار، تقول لك معظم هذا المبلغ ربما قد يذهب في الصيانه، ولكن هناك كارثه قد تضر ل 30 عام قادم. طبعا يعني تسلط دول العدوان في هذا الخصوص هو الهدف منه هو انتهاك سياده اليمن وقبولنا بانتهاك سياده اليمن، يعني هذا هو الهدف الاساسي من منع اليمن من تفريغ النفط الموجود في الخزان وايضا من منع اصلاحه، هذا هو الهدف الرئيسي الان. لذلك انا سؤالي للاخت افراح وكذلك للمشاهدين اليمنيين، لماذا تمنع دول العدوان اليمن من تفريغ النفط الموجود في الخزان؟ اذا كانت الان تدعي ان وضع الخزان اصبح يعني خطير ولا يسمح، سالتها هذا السؤال وقالت بحسب الفنيين الان لا يمكن تفريغ الخزان، هناك مخاطر من تفريغ الخزان قد يتعرض للانفجار في اي لحظه، هناك انسداد في المواسير، هناك اشكاليات فنيه تجعل التفريغ في هذه اللحظه صعب. اخي الفاضل يعني هذا الكلام غير منطقي، يعني إذا كان هناك خزان أصبح متهالك لدرجة خطيرة جدا، فبالتالي فإن الأولوية هي تفريغه وليس نقله، يعني هذا المنطق يعني يقول هذا. وأيضا أعيد سؤال للأخت أفراح، لماذا تمنع دول العدوان اليمن من تفريغ النفط المنطقي؟ طيب إذا كان مثلا الآن الوضع خطير، فلماذا منعت اليمن في السنوات الماضية من تفريغ النفط الموجود في الخزان؟ القضية أن دول العدوان تريد انتهاك سيادة اليمن وتريد منع أن نقبل بذلك، وهذا الشيء غير يعني لم نقبل بانتهاك سيادة اليمن. صحيح الآن العدوان هو يعد انتهاك، أيضا الاحتلال الموجود هو يعد انتهاك، ولكن هذا بغير رضا اليمني. نحن نسعى إلى تحريف كل شيء من أرض اليمن. طيب. نحن نسعى ننقل طيب سياده واستقلال اليمن على طيب. على اجواءه، وعلى هم يريدون منا ان نقبل بانتهاك سياده اليمن. اذا الهدف يعني الهدف مربوط. طيب الهدف دكتور افراح، هذا الهدف من اثاره هذا الموضوع كما يقول الاستاذ محمد البخيتي هو فقط انتهاك السياده الوطنيه، ويتساءل للمره الثانيه والثالثه والرابعه لماذا ترفض دول التحالف تفريغ النفط الموجود؟ طيب خليني بقول لك حاجة، أنه الآن الموضوع كله في أيدي الحوثيين، يعني بما معنى إيش؟ بمعنى أنه لو نزل الفريق الفني التقييم الخبير، يعني الأمر ما عاد ليش أي علاقة بالتحالف، وأنا لست في حالة دفاع، أنا التحالف بالخالص، يعني في هذا مستقبل اليمنيين 30 سنة لما حد يتحمل في رقبته، يعني في عنقه مثل هذا الأمانة. ما عاد لهاش علاقه دول التحالف فيما يتعلق بتفريغ او عدم تفريغ الخزان خالص. حتى بالنسبه للعائدات، العائدات انا احنا كنا في بياننا نزلنا انه اقتراح ان العائدات يتم استخدامها، اذا بقي العائدات يتم استخدامها لصالح رواتب التعليم والقطاع الصحي. وارسلنا رساله الى يعني الحوثيين مباشره، وارسلنا رساله الى الحكومه مباشره، وصلنا رد من الحكومه انه لا يوجد لديهم اي مانع من اي ان العائد يستخدم باي طريقه، يعني ما عندهمش اي تحفظات، الاهم عندهم صيانه الخزان. فانا اقصد انه الان المفروض انه الذي مطلوب من الاستاذ محمد رجاء، يعني هذه مسؤوليه وامانه ما تنفعش بعدها الحسرات، اسمحوا بدخول الفريق الفني للامم المتحده، خلوه ينزل. اذا يقول لك في ذلك انتهاك للسياده، انتهاك للسياده الوطنيه، ممكن سحب البترول يسحبه، يقول لك انتهاك للسياده الوطنيه. انا بقول لك ما لهم، انا بقول لك ما لهش دخل التحالف ولا عاد في اي حد له دخل.
الآن الموضوع بين الحوثيين والأمم المتحدة، يسمحوا لفرق الأمم المتحدة بالنزول تقييم الخزان، إذا الخزان ممكن يسحب منها النفط اليوم يسحب النفط، وإحنا واقفين مع الحوثيين، وإحنا أي حد بعدين يوقف أمام صاحب النفط إذا جاء تقرير الأمم المتحدة أنه بالإمكان إحنا حنوقف، وإحنا نفس زي ما عملنا بيان سابق ضد يعني بشكل عام أنه ندعو إلى الإسراع بإنقاذ صافر، حنعمل بيان ثاني يؤيد موقفهم. إذا سمحوا لفريق الأمم المتحدة الفني بالوصول للخزان وإجراء التقييم اللازم. طيب يعني أستاذ محمد، هذا أنا مش مختصة ولا هو مختص ولا يعني إحنا ما إحناش فنيين، خلوا أصحاب الشغلة ينزلوا. طيب أستاذ محمد البخيتي، إذن ببساطة كما تقول لك دكتورة أفراح، دعوا الأمر بينكم وبين الأمم المتحدة، لا علاقة للتحالف ولا الحكومة في الموضوع، دعوا فريق يصل ويقيم حالة الخزان، ومن ثم إذا كان هناك إمكانية لسحب النفط الموجود سيدعموكم هؤلاء الناشطين، وهم لديهم الآن مبادرة وربما نسبة لا بأس بها من التأثير في هذا الملف. من يمنع دخول فريق الصيانة هي دول العدن وليست ليانة. المشكلة أنه لقت أفراح تتبنى رؤية دول العدوان، وهذا شيء غريب. إذا كانت دول العدوان تقصف طالات الأعراض، تقصف الأسورات، تقصف حتى مرتزقتها الذين يقاتلون في الصحراء، مارست انتهاكات لا أخلاقية في السجون بحق من قاتل في الصحراء، والآن تتبنى وجهة نظرهم وأنهم يريدون أخذها بالنفس من أجل أن يعطوه مساعدات لماذا؟ للمحتاجين. يعني الآن دول العدوان تسيطر على كل يعني معظم خيرات اليمن. هل تعيدها؟ الآن الحمد لله أصبحت تؤجر لشركات عالمية للصيد، وتحرم الصيادين اليمنيين الذين يموتون نتيجة للجوع، نتيجة لسوء التغذية، ومن الآن تدافع عنهم. يعني هذا شيء غريب. وبعد ذلك يعني تفريغ الخزان اسهل من اصلاحه اخي فاضل. يعني الان مثلا اذا تريد، طيب هي ايدتك في هذه النقطه، قالت يعني اذا جاء فريق من الامم المتحده فريق معني ومختص وقال ان هناك امكانيه الان لتفريغ فليفرغ ولتذهب الفلوس لكم، تقول لك يعني وسندعمكم في هذا الموضوع. يا اخي ما الان لاحظ، شوف يا اخي فاضل، يعني دول العدوان منذ 6 سنوات وهي تمنع اليمن من تفريغ النفط من الخزان. يعني هي رافضة لهذا الشيء من حيث المبدأ. الآن اقتراح الأخت أفراح وكأنها صاحبة القرار. طيب في رد، هناك رد على نقطة أنك تقول أن العدوان يعني من يتحمل المسؤولية. طيب يعني صاحب القرار، طيب احنا إذا سمحنا للفريق الفريق محدد فأنك ستسمحين لليمن بتفريغ الخزان، هذا كلام غير منطقي، كوني منطقية وكوني منطقية. يعني الآن تتبنين دول يعني تمارس أبشع الجرائم بحق اليمن. طيب أنت لن تحمل التحالف المسؤولية وتقول أن العدوان هو من يتحمل المسؤولية. البعض يرجعنا إلى النقطة صفر، يقول أن الحوثي من يتحمل المسؤولية لأنه هو من بدأ الحرب. من يقول هذا الكلام؟ جزء كبير من اليمنيين. طبعا هذه مشكلة أخرى. لاحظ مثلا قضية نحن كنا، كانت الحكومة اليمنية تدفع مرتبات كل الموظفين والجنود حتى من كانوا يقاتلون في صف العدوان ضد اليمن. بعد كذا دول العدوان ضغطت من أجل المركز المالي من صنعاء إلى عدن، والتزمت حكومة الفنادق والتزمت دول العدوان بأنهم سيدفعون مرتبات الموظفين. هل أوفوا بهذا العهد؟ لا. الآن الموظفين لهم سنوات لم يستلموا مرتباتهم في يعني في يعني الموظفين 70% يشكلون 70% من عدد سكان اليمن. طيب يعني المشكلة أن الأخت أفراح، وهذه المشكلة يعني أنه البعض من الناس يتبنى يعني وجهة نظر دول العدوان. أضف إلى ذلك لاحظ، لو كانوا اليمنيين في مستوى الوعي، لو كانوا كل اليمنيين في مستوى الكامل عندما قامت دول العدوان بقطع المرتبات الموظفين ووجهوا أصابع الاتهام لها،
لما عزمت على هذه الخطوة؟ لما عزمت السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا على قطع مرتبات الموظفين اليمنيين؟ لكن لأنه هناك خلل في الوعي كما قلت، كما وعند الأخت أفراح، يعني شجعت دول العدوان وأمريكا أنه إحنا إذا قطعنا موظف مرتبات الموظفين اليمنيين فإن أصابع الإسهام لن تتوجه لدول العدوان وعلى رأس السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا. يعني الآن الأخت أفراح وغيرها يعانون من مشكلة في الوعي، يصدقون العدو الذي يحتل بلادهم. الان طيب انت وجهت اتهامات، وجهت اتهامات واعتراضات على الدكتوره افراح، لها الحق في الرد، لها الحق في الرد. نستمع لرد الدكتوره افراح. استاذ سامي، انا لي اعتراض يمكن على سؤالك. نو يعني انا كنت افضل من اول اللقاء ان احنا نركز بحيث ما نتشتتش. تمام. يعني احنا لنا كلام مثلا في موضوع المرتبات، في موضوع الايرادات، في كلام كثير يعني. يعني بقول هو لك يعني الله يسامح الاستاذ محمد البخيتي، الاستاذ محمد هو من يقفز بنا من نقطه الى اخرى. فانا قص انا هذا هو الخطوره يا استاذ سامي، الخطوره ان احنا نربط قضايا انسانيه زي صافر وندخل في متاهات. الكلام بمنتهى البساطه، انا مثل ما قلت يعني الاستاذ محمد البخيتي انه احنا بنتكلم كلام فني، هم بيتكلموا، حتى شوف في فرق في اللغه المستخدمه. انا اتكلم حسب قرار الامم المتحده، الامم المتحده تقول تقييم وصيانه ما يمكن، وصيانه ما يمكن، هذا اخر بيان للناطق الرسمي باسم الامين العام للامم المتحده. تمام، ما يمكن يعني قد ربما لو نزل الفريق التقييمي وقال لم يعد هناك امكانيه للصيانه ما تمشي الصيانه. الحوثيين يقولوا صيانه كانه شوفوا اطلعوا انزلوا ما فيش معاكم حل الا الصيانه هذه. تمام، احنا ما عندنا يعني انا اتمنى من كل قلبي انه يكون فعلا الخزان لا زال في وضع جيد وانه يتم سحب النفط منه ونخلص من الكارثه هذه، لان هذه كارثه لاجيال الاجيال. يعني حرام، احنا الان في حرب تطحننا طحن لا نحملش الغباوه الذي احنا فيها 30 سنه قادمه. يعني الاستخدام مش كل ما يوصل ليداتنا ممكن نستخدمه كسلاح. يعني الحرب مهما كانت بس لابد ان نحافظ على شويه اخلاق، شويه انسانيه، لا نبليش الثانيين كمان. فأنا بقول لك أنا هذا الكلام الذي أكرره إنه اسمحوا لفريق الأمم المتحدة يدخل. أنا مش مختصة في صيانة خزانات نفطية، أنا اختصاصي في مجال مختلف تماما، ولا أنت يا أستاذ محمد مختص في صيانة خزانات نفطية. خلوا فريق الأمم المتحدة ينزل للخزان ويقيمه، وإيش ما قال فريق الأمم المتحدة خلاص إحنا كلنا كيمنيين نقول بعدكم، وبعدين يتحملوا النتيجه الامم المتحده. ان قالوا صيانه وسحبوا كل شيء تمام قالوا صيانه، ولا قالوا خلاص الخزان متهالك مش حنقدر، ما بالله نسحبه لمكان اخر بعيد من الشواطئ اليمنيه. فهذا انا قصدي عشان ما نتشتت. ما هو الاستاذ محمد مستنكر عليك هذا الطرح؟ هذه حلقه ثانيه. طيب الاستاذ محمد مستنكر عليك هذا الطرح انك تجعلي الكلمه الفصل للامم المتحده، يقول هذا ارتهان. أنا بقول لك كيف هو، لا بقول لك ليش. صحيح أنا ما أقول. لا مش ارتهان. الأمم المتحدة وسيط، الأمم المتحدة جهة محايدة فنية، يشتوا يدخلوا معاها يعني يشتوا يشرطوا شروط معينة على فريق التقييم، يشتوا ينزلوا معاهم فريق صيانة من عندهم ينزلوا، إذا هم يعتقدوا إنه فريق الصيانة الأممية ممكن يعمل شيء، قصدي يعمل الاشتراطة الذي يشتي. بس لازم 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 يكون في، يعني هذه قضيه خطره، التلاعب بها وهذا واستخدام الالفاظ وانه ما ادري ايش وانتو جهله وانتو مش صح. يعني احنا الى متى نضل كل شيء في حياتنا مزقنا النسيج الاجتماعي، خربنا البلد، تسببنا في قتل الاف اليمنيين، حطمنا البلد الاف السنين القادمه. يعني فرصه اليمن في النهوض عالم الله متى بتنهض. على الاقل ننقذ البيئة البحريه والشويه وال 8 مليون الذي يعني حيضطروا. انتم عارفين الان النفط لو تسرب النفط هذا او انفجر لا عاد في حتدخل باخر البحر الاحمر، لا الميناء، لا الموانئ اليمنيه، ولا يعني ولا عاد في مواد اغاثيه، الصيادين مش حيقدروا يصطادوا، الاسر الذي في المناطق هذه في حاله خطر. يعني واجيال 30 سنه
تعرفوا طيب. الكارثه الذي في موريشيوس الان مش وهي موريشيوس والباخره كانت يابانيه ومش عارف ايش، الان مش قادرين نتعاملوا مع الكارثه. طيب انقل الكلام للاستاذ محمد البخيتي بالارقام. استاذ محمد، اذا تقارير الخبراء تقول ان هذه الكارثه ستقضي على الحياه البحريه في البحر الاحمر، وهذا سيؤثر على حياه 1,600,000 مواطن يمني. 500 كيلو متر مربع من الأراضي الزراعية قد تدمر بسبب التسرب، 3 مليون مزارع يمني قد يتأثر، 8,000 بئر ما قد تتضرر. أيضا التأثير البيئي والملوثات الهوائية قد تؤثر على حياة أكثر من 8 ملايين شخص. لماذا تربطون كل شيء بالمطالب السياسية وكأن حياة اليمنيين يا أستاذ لا تعنيكم؟ أعيد وأكرر بأنه لا يوجد لدينا أي مشكلة في السماح لفريق الأمم المتحدة في سحب السفينة وإصلاحها. لأنه ما الفائدة من الفحص بدون إصلاح؟ هذا أولاً. ثانياً أعيد وأطرح السؤال مرة أخرى. لماذا تمنع دول العدوان اليمن من تفريط السفينة؟ طيب الأخت تقول أنه سيكون هناك تصرف، لاحظ أني تتبنى رؤية دول العدوان. طيب نحن منع اليمن ستتحمل المسؤولية. يعني لا يأتي دول العدوان وتقول إحنا حريصين على اليمن، كذابين. أن يجوع الآن اليمنيين، من يقتلهم؟ من ينتهك سيادتهم؟ من لهم أطماع في خيرات اليمن؟ دول العدوان. وأيضا هي تقول أني قفزت، هي من قفزت؟ هي قفزت وقالت بأننا إذا سمحنا لدول العدوان ب طيب ما مصلحات دول العدوان كما تسميها أستاذ محمد في حصول هذه الكارثة؟ طيب الآن التقارير تقول، طيب استاذ محمد التقارير تقول انه ستحدث كارثه محققه في البحر الاحمر، اجبني ما مصلحه دول العدوان كما تقول في حصول هذه الكارثه؟ ما هي مصلحتها وهي متضرره، هي ايضا موجوده في ذات البيئه في ذات المكان، ما مصلحتها؟ اخي الفاضل، يعني الان وقف العدوان على اليمن اصبح مصلحه مشتركه بين السعوديه وبين اليمن، ولكن السعوديه لا تتعامل لا بلغة الحق، أو يعني لا تتعامل لا بلغة الأخلاق ولا بلغة المنطق ولا حتى بلغة المصلحة. الآن الجميع مجمع في العالم كله أن سياسة محمد بن سلمان لا تمثل خطر فقط على دول المنطقة وإنما أيضا على السعودية نفسها. طيب دعنا نذهب معك في هذا الحديث أن السعودية لا تتعامل لا بالأخلاق ولا بالمنطق في ملف خزان صافر. وضح لي واعطيني اين الاخلاق والمنطق في تعاملكم اليوم كسلطه امر واقع في ملف خزان صافر، ما هي الخطوات العمليه التي قمتم بها لتجنب هذه الكارثه، لنحمي 1,600,000 مواطن يمني، لنقل شوف اخي الفاضل، الان المشكله باختصار وهي نقطه هي تكلمت عنها لكن هي الان يعني تحاول ان تتعرف، المشكله هي قضيه من يتولى تفريغ الخزة، هذا الخلاصة. طيب وهي قبل يعني في البداية ماذا قالت؟ قالت أن دول العدوان إذا ما قامت بإفراغ الخزان فإنها ستتولى توزيع على المحتاجين اليمنيين وإغاثتهم. تقول لك الأمم المتحدة هي من تتولى هذا الملف، لا أنت ولا هي مهندسين، لا أنت ولا هي فنيين في هذا الموضوع، تقول لك الأمم المتحدة كوسيط اليوم في الملف اليمني تذهب وتقيم ومن ثم تقرر ما الذي سيحصل. يا عزيزي لا حصف، الأمم المتحدة ليس لديها القرار في اليمن، القرار بيد دول العدوان. الآن أي طائرة من طائرات الأمم المتحدة لابد أن تحصل على إذن بالدخول. معروف في قوانين الأمم المتحدة وفي قوانين الحرب ضرورة احتفاظ وتحييد اليمنيين وتحييد المدنيين. الآن السفن التي تنقل المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة
تم تفتيشها من قبل الأمم المتحدة، وقامت الأمم المتحدة بإصدار تصريح لها بدخول ميناء الحديد، لكن دول العدوان تمنع دخولها حتى الآن، وهذا يسبب معاناة كل اليمنيين. الآن هذا يرفع أسعار كل السلع، أيضا يؤثر على المزارعين اليمنيين الذين يعتمدون على مادة الديزل، بل أن الأطفال الكدد الموجودين في المستشفيات والذين يحتاجون إلى حضانات أصبحت حياتهم مهددة بالخطر. ماذا فعلت الأمم المتحدة؟ لا شيء. لاحظ أنه عندما الوفد الوطني عندما ذهب إلى جنيف واحد، ما الذي حصل؟ كان دول العدوان بمنع الفريق الوطني من مغادرة جيبوتي حتى انتهى الوقت، يعني حتى الأمم المتحدة لا يوجد لديها قرار. لذلك الأخت فأفراح يتهمتني بأني من قفز إلى التحدث عن الجانب الإنساني، هي من قفز، هي تحدثت عن أن دول العدوان ستقوم بصرف هذه المبالغ على المحتاجين. طيب إحنا هذا نفهم، هذه خيراتنا، لماذا نسمح لدول العدوان أن تعدنا بأنها ستوزعها بشكل عادل وهذا لا يعدلها؟ هذا فضلا عن أنها قد سبق وأدعت ذلك ولكنها لم تمثل. طيب، وأفضل دليل على ذلك هو وحدها بدفع مرتبات الموظفين اليمنيين إذا ما قامت. طيب، هذه نقطة تحدثنا فيها. طيب، من طيب صنعاء إلى عدن ولكنها لم تفعل. طيب دكتور أفراح، أليس من حق جماعة الحوثي ربط ملف صافر بمطالب سياسية؟ هي في الأخير كما هو واضح وكما هي الوقائع تثبت لنا دائما، جماعة تسعى لتثبيت سلطتها وتعمل على كسب القوة. طيب، بس قبلها بدي ملاحظة، أنا ما قلت أنه تأخذ العائدات النفط 70 مليون هذه أو مش عارفة كم يبقى منها دول العدوان وتصرف منها على الشعب اليمني، أنا ما قلتش هذا الكلام، إلا لو الصوت عندكم مش واضح في الاستديو هو يسمع يعني شكل مختلف. أنا ما قلتش هذا الكلام، أنا قلت أنه يخلوا الفريق، وهذا الكلام أيوة هذا الكلام يعني مارك لوكوك وسفراء الدول الدائمة العضوية والأعضاء في مجلس الأمن قالوا، بقول لك ما قال مارك لوكوك مثلا، قال كان الحوثيون يوافقوا من حيث المبدأ وأرسلوا عدة رسائل حول هذا الأمر على أساس أنه وصول فريق فني للتقييم، لكن في الواقع لم يتقبل أنصار الله الفريق الفني، وبالعكس كانوا يربطون قضية صافر باشتراطات سابقة ويربطوها بقضايا أخرى. في 27 يوليو في موقع البعثة الألمانية في الأمم المتحدة وموقع كذلك السفير البريطاني في اليمن يتكلموا عن كان عن الوضع في اليمن، ويذكروا ويشيروا إلى ملاحظة أعضاء مجلس الأمن للتصريحات المتناقضة للحوثيين حيال السماح لفريق الأمم المتحدة الفني للوصول للخزان وتقديم التصريحات اللازمة، ويدعوهم للامتثال والاستجابة. هذا مش علشان بس اني ما هيش الأمم المتحدة، الآن احنا بنتكلم على المجتمع الدولي، بنتكلم على ألمانيا، بنتكلم على بلجيكا، بنتكلم على روسيا، بنتكلم هؤلاء على الصين. هؤلاء كلهم بربطة المعلم المجتمع الدولي، يقول لك الأستاذ محمد البخيتي لا يقدم ولا يؤخر، هم تابعين لدول العدوان. هؤلاء إذا كانوا مؤثرين لماذا يكتفوا بالبيانات؟ لماذا لا نشهد منهم تحرك لإجبار الحوثيين على السماح بتفريغ أو معاينة الباخرة؟ أستاذ أفراح، لأنه ذا حين الحوثيين ماسكين صافر زي قنبلة، يعني الآن صافر ماسكينها زي قنبلة، أي حد هيحاول يمارس أي يضغط عليهم أو شيء يعني يقول لك أنا شافجرها وعليه وعلى أعدائي. هذا المشكلة. وعلى ذكر النقطة الذي أنت ذكرتها، ذكر ما يتعلق بالربط ما بين القضايا الإنسانية زي صافر والقضايا السياسية، يعني أنا للأمانة، أنا مثلا لو أنا في موقع الحوثيين ما أعتقدش أن أنا أشتغل بصافر كقضية ضغط. ليش؟ أول حاجة أنا إذا أنا حابب أن يعني في مخططي أن نحكم هذا البلاد وأسيطر عليها خلاص قد تحت سيطرتي، ما انا اكثر واحد بكون متضرر من ضرب الموانئ كلها، يعني انت عندك موانئ تهامة كلها حتنضرب، البيئة البحرية كلها تهامة وهي اكثر منطقة فيها كارثة انسانية، مش حيكون عند الناس اي قدرة على الوصول لصيد الاسماك يعني وبقية المنتجات البحرية.
هذا شيء. الشيء الثاني، الصورة الذي الإيميج الآن على فكرة، يعني تأثر الحوثيين بملف صافر هذا هم لا يدركوا، لكن وضعهم يعني كثير أصبح مثار تساؤل. يعني الآن العالم كله جالس يتفرج لهم، وهو جالس يعني يتلاعبوا بالوقت ويسوفوا في قضية ألف باتا، يعني ما هيش قضية معقدة. طيب نأخذ تعليق من الأستاذ محمد البخيتي على هذه النقطة. خلوا فريق فني ينزل يقول لكم كيف تفرغوا. طيب أستاذ محمد البخيتي، الدكتورة أفراح تقدم لكم استشارة، يعني معناك تتهمها بأنها على ضد منكم وأنها في صف العدوانية، تقول لكم أن هذا الملف اليوم يؤثر على صورتكم لدى المجتمع الدولي الذي يتفرج عليكم، وأنتم تحملون هذا الملف كمن يحمل قنبلة ويهدد بتفجيره. ليس من صالحكم أن تحدث هذه الكارثة، لأنه ستضرب كل الموانئ والبنية البيئية التابعة لكم الآن كسلطة أمر واقع في منطقة الخاضعة لكم. طبعا هذه اكاذيب اننا نهدد بتفجير صافر، هذا الشيء حتى دول العدوان حتى الان لم تتهمنا بهذا الاتهام. والمشكله ان الاخت افراح اصبحت ملكيه اكثر من الملك، هي تقول انها لم تقل بان دول العدوان هي التي ستاخذ النفط وتبيعه وتوزعه. طيب بالعكس الان في اليمن، اما يعني القرار في اليمن أما بيد القوى الوطنية التي تقف ضد دول العدوان أو بيد دول العدوان المرتزقة، لا يوجد للأمم المتحدة أي سلطة في الأمم المتحدة مما يحصل من انتهاكات على يد دول العدوان ومرتزقة في الكثير من المحافظات. هذه لا يسمحون لنا بالعودة إلى عدن، هذه ومنع أصبحوا محتجزين في الفنادق. ايضا هي تتحدث باتجاه عن المجتمع السوداني. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. طيب نختم بهذه الايه واشكرك جزيلا استاذ محمد البخيتي، مع انه هذا لم يكن موضوع النقاش في هذه الحلقه من فضاحه. اشكرك جزيلا على مشاركتك معنا، القيادي في جماعة أنصار الحوثيين محمد البخيتي، كنت معنا من صنعاء. وأيضا شكر للدكتورة أفراح الزوبة كانت معنا من عمان في الأردن. انتهت حلقة هذا الأسبوع من فضاحنا، نلقاكم الأسبوع القادم في أمان الله.